ساعدني يا رب، دخيلك ساعدني، بس ما يكون صار له شيء، والله ما رح سامح حالي. الشرطة عم تدور عليه بكل مكان سيدي، ولا يهمك رح نلاقيه. إن شاء الله يكون هيك. من بعد اليوم شغلنا رح يكون صعب، مو مشكلة تفضل. نحن خلونا نبلش بموضوعنا. الإشكاليات هي لازم ننهيها بأسرع وقت. سيادة الوالي عم يضغط علي، عم يطلب منا أنه نستخدم القوة، بس أنا بعرف أنه استخدام القوة معهم رح يكون مثل الدواء لجروحهم. لازم نلاقي استراتيجيات مختلفة تماماً عن قبل. سيدي، العملاء عم ينشروا إشاعات أنه الدب الكبير وإخوانه ورا هاد كله، بدهم يفرجوا العالم أنه تركيا بلد ما بينعاش فيها. من شان هيك رح يقدروا يبرروا للعالم ويظهروا للمجتمع الدولي أنه المنطقة منطقة حرب، وطبعاً كرمال هذا الشيء لازم يكون في أعمال تخريبية. تماماً هيك. وحسب معلوماتي على علم من قبل الولايات المتحدة وتحت رعايتهم رح يتجمعوا بمعسكر موجود بشمال العراق كتجربة من أمريكا، ورح يتم تشكيل بلد للاجئين بشمال العراق. يعني القهوة، المدرسة، البيت، يعني ضروريات الحياة كلياتها رح تكون موجودة. ومن بعد هيك هذا النظام كلياته رح ينتقل شوي شوي للمناطق الثانية، وهي هي الخطة. لحد هلأ صار بالبلد وبسبب العنصرية 110 نسمة تقريباً عم يتم التحقيق معهم أو تم القبض عليهم. أما بالنسبة للمنطقة فهذا الرقم هو 1500 تقريباً، يعني من بين 100 شخص اللي عنا هون شخص واحد تقريباً متعرف على السجن. لازم ما نكمل بهي الطريقة. الإرهاب يلي هون بده سياسة وبده تنظيم، بده مقاومة مثل التنظيم المسلح. يعني هون صار في شي مانو مفهوم. كرمال نقضي على قواعد الخطة الكبيرة اللي عم تصير، برأيي إنه مقاومتهم بشكل أو بآخر رح توقف من امتدادهم. طيب، خلينا نقول إنه نحنا واجهناهم بسلاح أتقل من اللي عم يواجهونا فيه. إذا مات عدد معين منهم عم يضل المخطط والمنظم بالتنظيم، وهذا ما بيقلل من الرجال ولا سياسة التنظيم عندهم، لا بالعكس عم يزيدهم. لازم نجرب طرق تانية. خلونا نكسب الناس، لازم نفتح قلوبنا إلهم. بهذا الخصوص رح نفتح قدامنا طريقين. أول شي منفتح قلوب الناس ومنكسب ثقتهم، وتانياً منضعف من موقف الأحمر ورجاله بأي طريقة، ونحاول نثبت إنه مالهم أي صلة بالدولة وكادر منوب. أنا بعتذر ديالا خانو، اتصلت بسيادة القائم مقام، تليفونه ما عم يعلق، هو خارج التغطية، وكمان السكرتيرة ما عم ترد علي. إذا بتحبي ممكن تستنيه. إذا يلي بالمشرحة هو ابنك، هذا الشيء رح يكون صعب كتير على حضرتك. يا رب دخيلك احمي لي ابني. قبل ما يجي زوجك شو رأيك تشوفي الولاد؟ ايه، ما رح استنى اكتر من هيك. خلي هذا العذاب يخلص بقى، بدي اعرف اذا كان هو. لوري لوري هذا مو ابني، هذا مو ابراهيم، هذا مو هو. الحمد لله، خلونا نطلع. هاي المرة قدرت إني أمنع موته لابنك، بس لأمتى ممكن إني أعمل هذا الشيء ما بعرف. استنيني بالمكان القديم، تعي لحالك إذا كنتي حابة تشوفي ابنك. هون نهاية الطريق. إذا هلأ ما حكيتي ما رح تحكي بعد هيك أبداً. خلصيني، احكي لشوف. لك احكي.
احكي. مثل ما بدك، طلعي بهذا البير مليان بالإرهابيين يلي مثلك، يا اما بتحكي هلا او بتروحي لعند رفقاتك يلي تحت. عم تعذب حالك على الفاضي، اوصني اذا بدك. اترك المسدس، زت السلاح اللي بايدك. اهدى يا بضاي. قلت لك ارمي سلاحك، فكوه لليلة. تعالوا هيك لشوف. اهدى شوي، فكوه. بعدو هيك عم قلكم، بعدو. ستوب، وين رايح بهالعجقة؟ والله عجبتني شجاعتك، بس اترك هالسلاح من ايدك لشوف. مع بعض ما قدرنا نعيش، يمكن على الأقل نموت سوا. اللي راح يلحقني راح افرمه، وعم تفهموا؟ لك شو هالحظ؟ شو هالحظ؟ ما ضل كتير يا ليلى، كأنه وصلنا على المشفى. ما تاخذني على المشفى يا سعيد، ما بروح على مشفى دولة أبدا. شو أعمل يا ليلى؟ نقعد نستنى هيك يعني؟ في هون بيت الخالة فاطمة، خدني لهونيك وبعدين بتجيب لي دكتور من التنظيم، رح دلك على مكان. بالله اعمل مثل ما عم قلك سعيد، وقال له الابن الحرام عدنان رح يلاقينا بالمشفى. طيب. دلدل دخل عيونك حاكينا، لولا عيونك ما جينا. دلدل روحي لا تكون غرتها. لكن لك فكر، انت اغلى من عيوني يا دلدل. أنا بكون السبع تبعون، وإنت قلب الجبال هون. بس يا دلدل هاي كمان شغالة منيحة،
ما لازم ناكل حقها لهالمكنة. دلدل كان لازم تشوف الحبيبين وحالتهم، والله كتير حلوين مع بعضهم، بس والله لو ما لحقتهم كانوا رح يدوبوا مثل سكر بالمي. الله يحميهم، الله يحميهم. لا تطلع هيك يا زلمة، لا تطلع هيك. ها يا تعرف شو عملت؟ قتلت كم واحد منهم، بس والله كنت مضطر ساوي هيك، وإلا هدول الظلام المجرمين، الكلاب المسعورين، هالخونة، هدول كانوا رح يقتلوا هدول المساكين. دلدل روحي يلا، صار وقت نطلع نشم شوية هوا، يلا خلينا نمشي. بس انت رفيقي يا دلدل، ما شفت بعيونك كيف هدول المجرمين قتلوا مرتي وابني حبيبي؟ ما شفتهم؟ هدول كلهم مثل بعضهم والله، اذا ما انتقمت منهم كلهم ما رح يعيش. رقاب زيدان ما رح ينتهي يا حبيبي، ما بينتهي يا ابني، ما بينتهي. مصيبتي أنا، شو عملوا فيكي يا بنتي؟ الدولة عملت هيك خالتي. شو؟ الدولة عملت هيك. فوتي يا بنتي، فوتي فوتي. تعي يا بنتي، تعي يا روحي. إبراهيمو قوم من هون يا ابني، قوم يلا قوم. أخ أخ يا إيدي. أوه يا ليلى، شو هالحالة اللي صرتي فيها يا بنتي؟ أي إيدين عملت هالشي فيكي؟ الله يكسرهم الظلام، الله ينتقم منهم كلهم. يا الله، العمى بعيونهم شو ولاد حرام. لازم تروح هالبنت على المستشفى، والله البنت وضع صعب كتير. لا خالتي، ما بدي أي شيء من الدولة، موت هون أحسن إلي، هنيك رح ياخدوني وعزبوني مرة تانية. خالتي. شو يا بنتي؟ أنا مو تعبانة لهي الدرجة. أنتي روحي، في تظاهرة بالحارة، رجالنا بيكونوا محتاجينك هلأ، خلي الكل يجن جنونه بصوتك. تمام تمام، حابة روح، بس كيف بدي روح وأتركك هيك يا بنتي؟ سعيد، بنفس الحارة في دكتور اسمه جنكيز، روح جيبه بسرعة. استحملي يا ليلى، استحملي، رح الاقي هذا الدكتور وجيبه فورا. خالتي انتي ضلي عند ليلى، انا ما رح طول كتير. ما بيصير، لازم تروح، الحزب بحاجتها هلا. استغفر الله العظيم، روح يا ابني، هاي البنت ما بتعرف شو عم تحكي، خلينا نروح نلاقي الدكتور يلا. يا ربي دخيلك أنت الكبير، أعطينا القوة لنطفي نار الفتنة يلي اشتعلت بين هالبشر. وهي الفتنة أبداً مو عادية، عم يجمعوا كل الناس اللي خايفة من هالتنظيم وعم يعملوهن حطب لهي الفتنة، وكل شي طالع بإيدنا أنه نتفرج بس. لا أيمن، لا تفكر هيك، نحن ناس منتفائل وعنا أمل، كتير من الأحيان منحس حالنا ما عنا حل، بس منحاول ما نصدق هذا الكلام. أنا ما حأعطيهم فرصة أبداً، ما رح نسمح لهم. إن شاء الله يا أخي. أهلا وسهلا. أهلين فيك. في خبر عن سعيد؟ مع الأسف ما في، بس في تطورات تانية، الأحداث بحارة جودي تطورت كتير، التنظيم ما عم يترك حدا يفوت على الحارة، حاصرنا الحارة كلياتها، بس دائماً عم يهاجمونا، عم يقاومونا بكل قوتهم. لازم نروح لهنيك فوراً، إذا فضيت الساحة للناس الأحداث رح تتطور أكتر. امشي. ايه والله ليكو اجا. انا لازم اروح، يلا بشوفك بعدين. نجلة، منيح انك اجيتي لهون، اصلا العم زكو قال قبلي، بتتذكر الموضوع اللي حكينا فيه؟ اي شي بتحتاجي هون انا موجود دائما. الله يخليك يا عبدو،
والله زعلت كتير على المصاري اللي ضيعتهم حنان هيك على الفاضي. يعني شو هالقضية هاي؟ معقول كرمال الولد الواحد بيكون غبي كل هالقد؟ شو بيعرفني يا نجلاء؟ ما عم تسمع كلامي بنوب. يلا انت ما تاكلي همي ابدا، انا بهتم فيكي. يعني الدولة رح تهتم فيكي نجلاء. عبدو؟ نعم حنان، انت شو عم تعملي هون؟ اوه نجلاء خانم، ما ارتحنا منك بالضيعة، لحقتينا لحد هون مو هيك؟ ليش انا لحتى الحقك؟ عارفي شو عم تحكي؟ شو هالتخريف هاد؟ انت ما عندك عقل بنوب؟ أصلاً لو كان عندك أنت ذرة عقل ما كنتي رحتي بكل هالمصاري تبع هالمسكين واشتريتي فيهن دواء. أنت شو عم تحكي؟ آه؟ مين يلي خبرك هالحكي؟ عبدو؟ قلت لا لك كمان؟ لك ما خليت حدا ما قلت له؟ لا يا حنان لا، كرمال قرشين بدلتني نشط عرضي بين الناس؟ لا والله. ماشي رح لاقي المصاري وجيب لك ياهن. ماشي؟ حنان سامحيني، شو عملتي نجلة؟ شو؟ والله انتي ما رمبت مبلب تمك فولة، خربتي بيتي. حنان؟ حنان حبيبتي؟ استني لا تروحي. ايه؟ حنان؟ انا شو عملت؟ يعني اذا كانت حنان غبية انا شو بعمل؟ هاي الدولة هاينة، بنا والله هاينة، هاي الدولة للبابا، بنا والله هاينة، هاي الدولة هاينة، بنا والله هاينة، هاي الدولة مو تمام، بدنا تغيير النظام. عم ترموا على الناس حجار؟ والله يا خالتي هيك قالوا لنا. اتركوا، قالوا اللي بفوت لهون ترموه بالحجار. يا اولاد بدنا دكتور هون اسمه جنكيز، تعالوا ندلكن عليه. يلا يا ابني. اسمعوني شوي، انا القائم مقام طارق وبعرف بشو عم تحسوا. لو سمحت وبعرف كمان شو قالوا لكم حتى تعملوا هيك. لازم اخذ شويه صور. لا ممنوع. صدقوني اللي عم تعملوه غلط كبير بحقكم. اسكتوا. لو سمحت اللي عم تعملوه يا جماعه غلط كبير بحقكم. خلصنا بقى، لازم ما تسمحوا لهم انهم يستخدموكم باي شكل. لا تسمحوا لهم يستخدموكم ابدا. اولادنا لازم تسقط هالدوله. لا تكونوا جزء من هاي اللعبه الكبيره. عم قلكم لا تكونوا جزء من هاي اللعبه. نكالوا اعراضنا لازم تسقط هالدوله. نكالوا اعراضنا لازم تسقط هالدوله. وقفوا بقى لما تعملوا هيك. لازم تسقط هالدوله. نكالوا اعراضنا لازم تسقط هالدوله. نكالوا اعراضنا لازم تسقط هالدوله. انتوا الظلام
تفهموا لازم تتركونا نعيش براحتنا بقى. نحن ما راح نوقف لحتى تطلعوا من هون. نحن شو عملنا لكم؟ ممكن تشرح لنا؟ بدنا الحريه والعيش مع الله. نحن بهذا الوطن ورغم كل شيء صار كنا دائما جنبكم وما تركناكم. واليوم اذا اعلنا هاي الحرب ما لازم نعرف مين اللي راح ينبسط من هذا الشيء. هاي ما انا مشكله عرقيه ابدا. لازم تتذكروا انه كل مشاكل البلد اللي مريتوا فيها بدنا الحريه والعيش مع الله. تذكروا شو عملنا من قبل مع بعض ولحد هذا اليوم قاعدين عم نعيشها. خلونا نكون ايد وحده. بدنا الحريه والعيش مع الله. ما بنعيش بدنا الحريه. يا جماعه في ناس مدسوسه بيناتكم وعم تخرب عقولكم. لا تخلوهم يلعبوا فيكم. بدنا الحريه والعيش يا ظلام. انتوا ظلام. انتوا ظلام. وقفوا وقفوا. ما حدا يتحرك. دكتور جنكيز جايين يشوفوا حضرتك. أنا من طرف ليلى، تذكرتها؟ اللي بتشتغل بالمركز الأهلي. إيه بعرفها. شو في؟ هالابن الحرام عدنان عزبه، وضعه مو منيح أبداً. كنتوا جيبوه لهون؟ تحسباً يعني، فهمني إذا صار شي للناس التانيين، كيف بدهن يصلوا لي؟ دخيلك يا ابني، البنت مريضة رح تروح من بين إيدينا. ما خلوا مكان بجسمها ما جرحوه، كيف بدنا نجيبها لهون؟ يلا خلينا نمشي. يلا. طيب رح جيب شنطايتي ورح نطلع. خلونا نمشي. شكرا لك يا دكتور. يلا. هي الدولة والتمام تغيير الحياة. تسقط هالدولة. لازم تسقط هالدولة. مصاري تبعي. لك يا خالتي فوتي لجوا. هالدولة. لا تعملوا هيك يا جماعة. بدي المصاري تبعي. جاي لهون. جاي لهون. عمل لك جاي لهون. افتحي الباب. يلا افتحي الباب. بدي مصاري. يلا افتحي الباب. يلا. جاي لهون. شو جابتي انتي؟ روحوا من هون. شو لهون؟ مالك شايفة؟ شو عم تعملي؟ بدك تخربي بيتنا؟ شو جابك لهون؟ فهميني. الكل عم يلوموني. مين هدول؟ طيب انت ليش عم تهمش لهون؟ ليش؟ والله ما في شيء. لا تسكتوا. صدقيني. لأنه نحن الهبلة اللي ضيعت المصاري مو هيك؟ هل؟ أحلان؟ لك كسر راسي بسببك. شو بك؟ شو صار لك؟ حرام عليك، أنا شو عملت لك؟ هلا وقتها. روح لإيلي الخالي. هو انسان صاحب دين وكلمته ماشي هون وبيقدر يهديهم. ما ترجع بدونه ابدا. فهمت؟ يلا يلا انا رايح. امشي. كذاب انت ونجلة كذابين. يا حبيبتي يا عمي لا تبكي. خلاص حبيبتي خلاص خلاص يا رب. امشي امشي خلينا نروح. ألو ماما. ماما هاي انتي؟ ماما اشتقت لك كتير كرمال الله. تعي خديني. ابراهيم روحي حبيبي. انت وينك هلا؟ وين حبسينك امي؟ قلي. ما بعرف يا ماما، هون مو حلو ابدا. انا اشتقت لك كتير. اشتقت لك كتير يا امي. دخيلك يا امي. تعي خديني. تعالي دخيلك. تعالي خديني. خلي بابا يجي كمان معك. يلا لشوف يا خاروف، صار وقت النوم. ألو إبراهيم. ابني إبراهيم، إن شاء الله رد علي يا روحي. هلأ نام مشان أصير كبير مثل جدك. تركوني بقى، أنا بدي روح لعند أمي. ما بدي صير مثلك أبدا. إذا بتكون ولد عائل أمك هي بتجي لعندك. تمام. هلأ تسطح هون ونام. ليلى. ضربوها كتير،
مبين انه حالتها منتهيه بالمره. ايه والله دمروها للبنت يا خطي. دكتور بدك شيء؟ اللي انا جاهزه، بروح وبجيب الدواء فورا. خالتي سخني لي شويه مي. طيب ماشي. بدي هدول الادويه فورا، جيبون باي طريقه. البنت ما ضل عندها قوه تقاوم بعد كل هالعذاب، معجزه انها لساتها عايشه. رح جيبون، لا يقل لك فكر، رح جيبون. سعيد سعيد، ما في حدا هون، افتحوا الباب. شوفي شو بدك هلا؟ مشان الله لا تأخذني يا أخي، كرمال الله ساعدني، عندي مريضة، إذا ما أخذت هذا الدواء رح تموت. إذا فتحت التنظيم رح يموتني. يلا يلا فوتي لجوا. بترجاك افتح، المريضة بتكون حبيبتي، إذا صار لها شيء والله ما بعيش بعدها. بوس إيدك، أعطيني هدول وسكر بعدين. طيب بس بدك تطلع فورا، ها فهمت؟ طيب. شو قلت لك؟ بوعدك اطلع فورا. صيدلية فتحت، صيدلية فتحت، تعالوا تعالوا تعالوا، صيدلية فتحت يا جماعة، يا جماعة تعالوا الصيدلية فتحت. كرمال الله اعطيني هاي الادوية يا دكتور، يا شباب تعبان كتير، وضعه كتير تعبان، مشان الله اعطينا ياهن. الله لا يحيي. سكرنا يا شباب، ما صدقنا صيدلية سكرت. يلا يا شباب ياهن. بترجاكم سكرنا من زمان. يلا اذا بتريدوا اطلعوا، اطلعوا لو سمحتوا. الله يخليكم لا تعذبوني. معناتها فتحت، اذا بتريدوا اطلعوا لبرا. يلا يا شباب. هي الدولة موت امام، بدنا نقصر النظام. 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 يا جماعة بترجاكم توقفوا، بترجاكم توقفوا. الشيخ مو موجود بالمنطقة. طربك طربك طربك، الصيدلية فتحت. هذا تطور منيح، بس ممكن يضربوا له الصيدلاني، لازم نحميه للمسكين. طيب ماشي، هذا الشيء رح يكون دافع للكل هون، هنن كمان رح يفتحوا المحلات. بعت فريق فورا لهنيك، لازم نحمي الصيدلاني. يلا انتبه على حالك. كابتن مروان، الصيدلاني فتح الصيدلية. رح فرجي لهذا الكلب كيف بيفتح الصيدلية من دون إذننا. يلا 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 أبي اركض. أنقذت ليلى من بين إيديهن، بس هي مصابة هلأ. أنا هلأ رايح لبيت الخالة فاطمة منشان تساعدنا. برافو عليك، يلا روح وصل لها الدواء وبلحقك بعد شوي. يلا عجل. يلا يلا ساعد الطيب، بوعدك اعمل لك اللي بدك اياه، وعد مني اعمل لك اللي بدك اياه. اهدى يا ابني. اهدى يا ابني وصلي. صلي له.
طولوا بالكم يا جماعة. بعدوا رح أعطيكم كل شيء. نحن مو قلنا رح نعمل اضراب ونسكر؟ لما بقول في اضراب يعني في اضراب وبتسكر، يعني المحلات كلها لازم تسكر. فهمتني يا حيوان؟ فهمتني شو عمل لك؟ شوفوا الخوالي شو بيصير لهم لحتى تتعلموا. بابا انت شو عملت؟ شرطة جاي، اجت الشرطة. الشرطة اجت، هروب هروب. بعدولي بعدولي. يا ويلكم من الله. الإسعاف بسرعة، يلا فورا قوم الإسعاف بسرعة. معلش حبيبي لازم أعمل هيك كرمال عينك بعمل أي شيء. بدنا الحرية والعيش، بدنا الحرية والعيش، بدنا الحرية والعيش. مسكين هالقائم مقام، شو هالوضع اللي وقع فيه؟ بدنا الحرية والعيش، بدنا الحرية والعيش. هاي الصور مانا كافية يا سليمان بيك، الأحداث لازم تستمر. وصدقني إذا هاي الأوضاع استمرت لكم يوم الولايات المتحدة رح تبعت مراقبين لهون. الحريق بكفيه شرارة واحدة بس، ولما بتطفيه ما رح يكون سهل أبدا. القائم مقام ما رح يقدر يطفي النار. وهي سمكة جديدة وقعت بالسنارة. ألو، أنا جاهزة لساوي أي شيء. مبروك عليكي، ما كنت بعرف انك بتحبي عيلتك كل هالقد والله. بس في عندي شرط واحد، حتى صدقك لازم تنفذ لي شرطي. لازم تساعدني حتى اشوف ابني ولو لمرة وحدة. كجد إلو رح احاول كل جهدي معهن، بس بيمشي الحال او ما بيمشي ما بعرف بنوب. طبعا اذا كنت مقررة انت. انا قررت ورح ساوي شو ما بدك. بعد ساعة لقيني بمدافن السيارات يلي عندكن. طيب رح أطلع فورا. دخيلك يا ربي تساعدني، دخيلك أحميها يا رب. دكتور طمني عنها. منيحة منيحة، كتير منيحة، وصحيت كمان، تقدر تشوفها. شكرا لك يا دكتور. تسلم ايدك. اهلا وسهلا لك سعيد. فوت لجوا، الف الحمد لله، ليله منيحه كتير. يلا فوت اطمن عليها. يلا حبيبي الله يحميك. يلا الله يرضى عليك يا دكتور. برافو عليك يا ليلى، برافو، شغلك منيح كتير يا بنت كتير. ضميتي الولد إلنا. انت ثروه كبيره يا بنت، انت بتعرفي هذا الشيء ما هيك؟ المهم إنك تبعد عن هذا الشاب وما يكون لك معه شغل أبداً. من اليوم ورايح يا بنتي كتار الشباب اللي راح تنزليهم من الباص وتبعتيهم على الجبل. معناها مشان هيك راحت لعندي. جيتي كرمالي ما هيك؟ معناها كل شي كان مشان تطلعين على الجبل مو هيك؟ بعدو يا شباب، بعدو يا جماعه، بعدو لنا يا شباب. انا حاولت جهدي، بعدو لازم ندخلهم على سرعه. بعدو لا تشغل بالك سيارة، بعدو لنا، خذوها على غرفه العمليات. يلا بسرعه بسرعه. شو عليك لو سمحتي؟ تفضل حضره القائم مقام. انت ما شفتي ديالة؟ مو لازم اليوم تكون بالاسعاف؟ ما اجت اليوم، طالبه اذن.
وينك يا ديالا؟ ليش ما عم تردي؟ ابنك عم يستناكي هون جوا. ابني ماما يا روحي ابراهيم. ماما حبيبتي انا اشتقت لك كثير. انا كمان كثير اشتقت لك يا عمري. اجيت لحتى اخذك يا عمري يا روحي. ماما حبيبتي انا اشتقت لك كثير. وانا كمان اشتقت لك حياتي. انت اطلعي شفتي شلون بالنهايه خليتكم تتجمعوا، بس صدقيني ما فيني اعمل شيء اكثر. طبعا اذا كان بدك هاي اللقاءات تكون احسن. انت شو عم تعملي؟ انت جنيتي؟ اوعك تتحرك. اصحي لحالك، مستحيل تهربي. خلاص احسن لك، بدي اخذ ابني واطلع من هون، وانت رح تساعدني كمان. اوعى تعمل شي غلط ما رح ارحمك. موتك بايدي، عم تفهم؟ موتك فوراً.